وقص الأثر واجمع الخبرة والخبر. كيف ترى ائتلاف الفلك واختلاف النور والحك وهذا الهواء المشترك والطير تحسبه قد ترك استهدف فما نجا حتى هلك. تعالى الله دل الملك على الملك. أوقف بالأرض سلها من زم السحاب وأجراها وأرسل الرياح وعراها وأقعد الجبال وأنهض ذراها. من الذي بدأها غبرات ثم جمعها صخرات ثم فرقها مشمخرات الراسيات؟ أوسل النملة من أدقها خلقا وسلكها طرقا وملأها خلقا تبتغي رزقا؟ أوسل النحلة من ألبسها الحبر وقلدها الإبر وأطعمها صفو الزهر فتخرج طعاما طاهيا للبشر؟ تعالى الله دل الملك على الملك. إن قلت الطبيعة فمن طبعها والنظم المتدافعة من الذي دفعها؟ يا ملحد ما الفرق بيننا وبينك إلا أنك عجزت فقلت سر من الأسرار وعجزنا نحن فقلنا الله وراء كل ستار. شوقي تحت عنوان الصلاة في أسواق الذهب. الصلاة لو لم تكن رأس العبادات لعدت من صالحة العادات. رياضة أبدان وطهارة أردان وتهذيب وجدان وشتى فضائل يشب عليها الجواري والولدان. أصحابها هم الصابرون والمثابرون وعلى الواجب هم القادرون. عودتهم البكورة وهو مفتاح باب الرزق وأفضل ما يصبح عليه العبد مناجاة الخالق والتوكل على الرازق. انظر صلاة الجمعة وتأمل أثرها في المجتمع وكيف ساوت العلية بالزمع. مست الأرض الجباه الناس أكفاء وأشباه الراعي والرعية سواء في عتبة الله. خر الجميع للمناخر الصف الأول كالآخر لم يرفع المتقدم تقدمه ولم يضع المتأخر تأخره الكل سواء كأسنان المشط أمام الواحد الديان. الصيام هو حرمان المشروع وتأديب بالجوع وخضوع لله وخشوع ولكل فريضة حكمة. وهذا الصوم ظاهره العذاب لكن باطنه الرحمة. يستثير الشفقة فيحض على الصدقة ويكسر الكبرة ويعلم الصبر حتى إذا جاع من ألف الشبع وحرم المترف أسباب المتع عرف الحرمان كيف يقع والجوع كيف ألمه إذا لذع. تلك السواعي تشاهدون في